أهلا بيكم من جديد، وجولتنا المرة دي هتبقى في خليج نعمة. من المعالم السياحية والمعروفة والمشهورة في شرم الشيخ هو خليج نعمة، بس زي ما تعودنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتبقوا مشكورين على دعمكم الدائم. واللي أول مرة يشوفني دلوقتي ما ينساش يدوس على علامة الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. طبعا خليج نعمة هنلاقي فيه كل حاجة، زي الكافيهات البدوية والعربية والأوروبية وكمان المكسيكية وكمان الخليجية، وكل كافيه منهم بيقدم عروض زي الرقص والتنورة وكمان الموسيقى الشعبية والعالمية. وفي كمان تدليك الأسماك، محلات بتبقى فيها إسباق ومساج للقدم، يعني بالبلدي كده طبق مية بملح من بطاس السيد، وتحط رجلكوا فيها وتبلبطوا في المية، بس رجلكوا مش هتبلبط لوحدها، لأ، معاهم شوية سمك صغير كده وبقوا تعالوا قابلوني بقى شوفوا هتبلبطوا رجلكوا ازاي في المية. من الآخر بيقولوا عطعط السمك في الرجل بتطلع الطاقة السلبية من الجسم. وفي صالات للديسكوهات وتاتو على السريع كده، وفي كمان الرسامين يعني ممكن يعمل لكم بورتري مرسوم بخط ايديهم حلو قوي. واخر حاجه التصوير، في كميه بازارات رهيبه بجد هتعجبكم قوي. وفي كمان ملابس وشنط واكسسوارز، كل حاجه هتلاقوها هنا. وطبعا المطاعم بأشكالها وأنواعها ومن كل بلاد العالم راشقة في كل حاجة. والشارع اللي احنا ماشيين فيه ده هو الشارع الرئيسي لخليج نعمة. Thank you.
كمان من أول المنطقة دي كده. الشارع ده اسمه شارع مارينا، مليان كافيهات وحفلات بقى، وما أقولكوش بقى مليان بني آدمين. إيه يا أختي ما أقولكوش. اخيرا اسلمنا وجينا هنا عند السوق القديم وعند مسجد الصحابة المشهور، وده تاني مسجد مشهور في شرم بعد مسجد المصطفى. المسجد ده على مساحة 3000 متر مكعب، وتكلفته تقريبا 30 مليون جنيه. طبعا كلها اتجمعت عن طريق التبرعات. واللي عرفته كمان انه بياخد 3000 مصلي، وفي كمان 36 دورة مياه، حاجة كده فخيمة. شايفين شكله رهيب ازاي؟ وهنا كده كلها شوارع جانبية مليانة محلات تجارية ومطاعم. Thank you.
يا رب يكون الفيديو عجبكو. اشوفكو في فيديو جديد وطبخة وفكرة جديدة مع سلمى حسني. سلام عليكم.